أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 214 لعام 2024، ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. مشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي، فكرة ان احنا طول عمرنا اخوات، طول عمرنا مع بعض، وطول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي ان مصر تعيد على الاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهاردة في بيوتكم، ويخرجوا من هنا بعد ما تعلموا ازاي يعيشوا بطريقة افضل من الاول، بعد ما تأهلوا جوه ازاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحرية تسوى ايه. هذه المشاركة التي يحرص إخواننا من الأقباط في على آدائها، ويحرصون على المجيء إلينا دوما، وذلك حالنا أيضا معهم حينما تكون الأعياد، نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على أخواتنا المسلمين بمناسبة العيد زي ما بيعملوا معنا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومة الجديدة ديت، التأهيلات ديت فيها كنيسة والجامع، وبنعيد مع بعض ونفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. احنا فرحانين جدا، والعيد قاعدين ان احنا هنخرج نقضي العيد في وسط اولادنا. ربنا يخلينا وسط الرئيس عشان ادانا فرصه جديده ان احنا نبدا حياه جديده ونتغير. كنت داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفه، لما دخلت اتعلمت الصنعه اشتغلت حرفه الترزي، بقيت اقعد على مكان خياطه، وان شاء الله لما اخرج باذن الله هبدا الحرفه دي اشتغل في الصنعه دي وابدا حياه جديده ان شاء الله اصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعه ما كنتش ان انا احلم ان انا اتعلمها، ولا عمري في حياتي كنت افكر ان انا اقعد على مكنه واشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش اثر معانا طبعا. الف 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 شكر سياده الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اتاح لي الفرصه ان احضر عيد الاضحى مع اهلي واولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكره مليان بالامان، بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، واقدر اخطو خطوات جديده يخطوها المفرج عنهم لبدايه حياه جديده، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الاصلاح والتاهيل بفرحه كبيره واشاده بقرار العفو الرئاسي الذي اعاد اليهم ابناءهم في احضانهم، كما اشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبدايه حياه جديده. اشكرك يا سياده الرئيس ان اخويا طلع بالسلامه الحمد لله، وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لنا، نحمد ربنا يا رب. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمكم، الحمد لله. الحمد لله، ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع أخويا بالسلام، ألف شكر، العيد عيدان والله. نشكر السيادة الرئيس اللي هو خرج ابن أولادنا كلها، مش ابني بس، أولادنا كلهم بالسلامة، وكل عام وهو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد
بعد تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع.